ناخذ هنا درس مهم اخر هو الكالكتوز ميتابوليزم. طبعا نخلي بالنا من انت متناول كالكتوز معناها انت ماكل لاكتوز. احنا اخذنا الدايسكرايد اللاكتوز يحتوي على 2 يونت من الكالكتوز والجلوكوز. فإذا أني ما طول موجود عندي كالكتوز معناته أني عندي مقابيلها جلوكوز. إذا طبعا هذا الكلام معناه إنه أني أنت متناولت كالكتوز مقابيلها جزيئة واحدة جلوكوز. ليش؟ لأن تتناولت اللاكتوز اللي هو سكر الحليب. إذا فإذا أنت أكيد ما محتاج الكالكتوز على مود الطاقة. أنت أكيد ما محتاج الكالكتوز على مود الطاقة. ليش؟ لأنه أنت عندك جلوكوز بالمقابل. زين؟ فإذا أهمية الكالكتوز شنو؟ أهمية الكالكتوز هنا راح آخذه على صورة جلايكوجين. وإذا احتاجيته أو احتاجيت من عنده الجلوكوز راح أكسر الجلايكوجين وأجيب من عنده الجلوكوز. زين، إذا قلت لك تقدر تحول الكالكتوز إلى جلوكوز راح تقول لي طبعاً أكيد راح أقدر. ليش؟ يعني راح أحصل على الجلوكوز من مروري بالجلايكوجين. من مروري بالجلايكوجين. زين، طبعا هذه العملية تتم في الليبر. وعندنا موضوع هنا مهم هي الامبورتنس اوف كالكتوز، اهميته انه نقدر نسوي سنتس اوف لاكتوز، ممكن يكون سنتس اوف جلايكوليبيد، ممكن نسوي او نصنع من عنده جلايكوبروتين، وممكن نصنع من عنده كلايكوز امين كلايكان. وهنا راح نشوف من هنا الرسم، يعني عمليه التصنيع او عمليه تحويل الكالكتوز الى جلوكوز. 100% السايت هو في الليبر. راح نبدي ناخذ طبعا عندنا من اريد اصنع الجلوكوز من الكالكتوز 100% لازم اسوي اكتيفيشن للكالكتوز. فالاكتيف فورم اوف كالكتوز هو الكالكتوز يو دي بي، هو الكالكتوز يو دي بي اللي هو هذا يو دي بي كالكتوز. زين، اليو دي بي كالكتوز طبعا هذه النقطة تذكرنا بالكلوكو يو دي بي كلوكوز اللي أخذناها بالكلايكوجين. بداية لازم أنا شو أسوي؟ أفسفر الكالكتوز. فأنا إيش سويت هنا؟ هنا الكالكتوز عندي راح أفسفره أحوله إلى كالكتوز 1 فوسفيت عن طريق إنزيم الكالكتوز كاينيز. الكالكتوز كاينيز 100% انتم يعني عبرتوا هاي المرحله، انه افهمكم انه الكاينيز يحتاج اي تي بي حتى افسفر وياها المغنيسيوم. زين، اذا اني طلعت عندي كالكتوز 1 فوسفيت، بعدين ايش اجيب؟ اجيب من يعني من تصنيع يو دي بي كلوكوز. يو دي بي كلوكوز هذا اجيبه منين او اصنعه منين؟ كل السهل، الجلوكوز يو دي بي كلوكوز نجيبه من تصنيع اضافه اليو تي بي اليورادين ترايفوسفيت مع الجلوكوز 1 فوسفيت وبنزيم طبعا اللي صنعه هو يو دي بي كلوكوز. إذن أني صنعت عندي يو دي بي كلوكوز موجود عندي، دخلت بجزيئة واحدة من يو دي بي كلوكوز.
فراح نجيبه مع الكالكتوز واحد فوسفيت. راح شو يسوي؟ راح يتبدل ياخذ اليو دي بي والجلوكوز تاخذ ال 1 فوسفيت. فاذا اني راح يتبدل عندي اليو دي بي ياخذ الكالكتوز والفوسفيت تطرح الكالكتوز الفوسفيت الى الجلوكوز. اذا حصلت اني بالنتيجه الى يو دي بي كالكتوز وحصلت على جلوكوز واحد فوسفيت. يعني الكالكتوز واحد فوسفيت اخذ من اليو دي بي الجلوكوز، اخذ اليو دي بي واعطاني هنا يو دي بي كالكتوز، والجلوكوز تحول الى جلوكوز واحد فوسفيت. هذا جلوكوز واحد فوسفيت 100% راح ياخذ يو تي بي وايضا يعطيني يو دي بي جلوكوز. زين، الانزيم اللي يشتغل بهاي المرحله انزيم الكالكتوز واحد فوسفيت يوريديل ترانسفيريز. اذا للسهوله نسميه ترانسفيريز. الكالكتوز واحد فوسفيت يوراديل هي السبستريت، تسميه السبستريت مالتنا اللي يشتغل عليها الترانسفيريز. زين، اذا اشتغل عليها انزيم الترانسفيريز، حول الكالكتوز واحد فوسفيت الى يو دي بي كالكتوز، واليو دي بي جلوكوز تحولت الى جلوكوز واحد فوسفيت. اذا اني صار عندي هسه يوريدين داي فوسفيت كالكتوز. هنا شو سويت له؟ سويت له اكتيفيشن. هنا نتأكتف ممكن من عنده نستطيع نحضر يو دي بي جلوكوز، ممكن نحضر يو دي بي جلوكوز. اذا اني دخلت بجزيئه واحده طلعت بجزيئتين يو دي بي جلوكوز. زين، يعني او بجزيئه اخرى هي اليو دي بي جلوكوز اللي مفيده في تكوين الجلايكوجين. هذا يا انزيم اللي يشتغل عليه، يشتغل انزيم الايبيمرايز. ليش؟ احنا عندنا الكالكتوز والجلوكوز هم ايبيمر يا موقع، بالموقع اربعه، لذلك نسميه فور ايبيمرايز. اذا يوريدين داي فوسفو كالكتوز اربعه ايبيمرايز، اربعه ايبيمرايز لانه الكالكتوز والجلوكوز هم ايبيمر في الموقع رقم اربعه. اذا انا عندي بانزيم اليوريدين داي فوسفيت كالكتوز أربعة إبيميرايز، يعني حولت الكالكتوز إلى جلوكوز. وهذا الإنزيم هو ريفرزبل، مثل ما تشوفون هنا رايح جاي ريفرزبل، أقدر حسب الحاجة أصنع يو دي بي كالكتوز ومن عنده أصنع يو دي بي جلوكوز، أو بالعكس بنفس الإنزيم اللي هو أربعة إبيميرايز. إذا أني راح أصنع الجلايكوجين في هاي العملية من الجلوكوز يو دي بي جلوكوز، راح اصنع الجلايكوجين بانزيم الجلايكوجين سنتيز، بانزيم الجلايكوجين سنتيز. اذا انا عندي كم انزيم مهم؟ انا عندي انزيم ثلاث انزيمات مهمة، الكاينيز والترانسفيريز والايبيمرايز، اربعة ايبيمرايز. وبالنهاية راح نحصل من الجلايكوجين على الجلوكوز بعملية اسمها الجلايكوجينولايسيس، عملية تحلل الجلايكوجين. عندنا موضوع آخر هو الكالكتوزيميا. الكالكتوزيميا جاية من increase the blood galactose concentration، بمعنى أنه زيادة الكالكتوز في الإيميا وتعني الدم. اي خلل في الانزيمات اللي ذكرناها سابقا في الكالكتوكاينيز، في الترانسفيريز، في الايبيمرايز، ممكن يحصل كالكتوزيميا. الافكت مالتها، الافكت مالتها كاتاراكت، وتعني الماء الابيض. الماء الابيض جاي نتيجه ترسب كحول في اللانس. الكحول جاي من الكالكتوز لانه يوجد عندنا انزيم هو الالدوز ريدكتيز. الألدوز ريدكتيز هذا لو شاف أي ألدوز في الدم مكانه مو بالدم
يحول الى كحول، يحول الى الكحول الخاص به. الكحول مالت الكالكتوز اسمه كالكتيكول، اسمه كالكتيكول، هذا هنا اسمه هنا كالكتيكول. زين، الكحول هذا يترسب بمن؟ يترسب في اللنز، يترسب في اللنز احنا. زين، لذلك طبعا وين في اللنز؟ في عند الاطفال الصغيره. زين، يسوي لهم شنو؟ كاتاركت، لذلك يسمى بالانفنتايل كاتاركت، يسمى بالانفنتايل كاتاركت. ليش يسمى بالانفنتايل كاتاركت؟ لان هو حاله خاصه، حاله كاركترستيك بالاطفال، لانه الكاتاركت هذا ممكن يجي بالسينايل مع الشيخوخه، يجي بالاولد ايج، يجي بالديابيتس، لكن هنا تجي مع الاطفال الصغيره. لذلك نخلي قدامهم انفنتايل كاتاركت، لانه هو عباره عن انواع الكاتاركت، بس هذا خاص بالانفنتايل. زين، إذن أنا هنا يعني في حالة الأطفال الصغيرة راح يصير فيهم كاتاركت، وجاي بسبب شنو؟ زيادة في الكالكتوز، كونسنتريشن في البلاد، فراح يسبب لي كالكتوزيميا. هذا الكلام يحصل في الليفر ويحصل اكيوميليشن إلى، وبالتالي راح يسوي ليفر فيلر، ويصيب ايضا المنتايل ريتارديشن، وطبعا تكتب قدامها بريفنتبل. بريفنتبل تعني اقدر امنع التخلف العقلي اللي يحصل عند الاطفال من خلال تجنب اعطاء الطفل السكر الحي او اللاكتوز. ممكن كالكتازيميا، واللي هو الكالكتوز يطلع في اليورين. عندنا هنا موضوع او سؤال اخر ممكن يجيكم، شلون تحول الجلوكوز الى كالكتوز؟ ايش وقت احتاج احول الجلوكوز الى كالكتوز؟ احول الجلوكوز الى كالكتوز في حاله شنو؟ من اريد اسوي لاكتوز سينثيسيس. ايش وقت اسوي لاكتوز سينثيسيس؟ في الماماري جلاند، من احول conversion of glucose into galactose في الماماري جلاند، عندما اريد اسوي لاكتوز سينثيسيس. يحصل عندما في حاله الفيميل اثناء التصنيع مال اللاكتوز عند النساء المرضعات. زين، انا اريد اصنع اللاكتوز، لازم ايش اجيب له؟ اجيب له UDB كالكتوز، لازم اجيب له UDB كالكتوز اللي هو الاكتف كالكتوز، واجيب له ايضا شنو؟ جلوكوز، لان هو عباره عن دايمر، جزئتين من الكالكتوز والجلوكوز. زين، بيا انزيم، بانزيم اللاكتيز سنتيز، اذا من اريد اصنع اللاكتوز بانزيم اللاكتوز سنتيز، من اريد افلش او اكسر اللاكتوز بانزيم اللاكتيز، اقدر اكسر جزيئه اللاكتوز. زين، هسه انا عندي شنو؟ عندي جلوكوز واريد اصنع من عنده لاكتوز. اجيب الجلوكوز احوله الى جلوكوز 6 فوسفيت بانزيم الهكسوكانيز. ليش الهكسوكانيز؟ لان انا مو بالليبر حتى استخدم الهكسوكانيز، وانما في الماماري جلاند. زين، بانزيم الميوتيز راح احول الماده مالتي من جلوكوز 6 فوسفيت الى جلوكوز 1 فوسفيت اللي هو المصعد مالتي. اذا راح انقل الفوسفيت من 6 الى 1 بانزيم، طبعا اليو تي بي، طبعا بوجود اليو تي بي راح اطير بايروفوسفيت، اطير بايروفوسفيت من عندها، راح يعطيني طبعا بانزيم البايروفوسفوريليز، بايروفوسفوريليز راح يعطيني يو دي بي كالكتوز. يو دي بي كالكتوز بالإبيمرايز احولها الى UDB كلوكوز، احولها الى UDB كالكتوز بانزيم الإبيمرايز. زين، واليUDB كالكتوز اجيب لكلوكوز
اصنع اللاكتوز في الماماري اجلاند. موضوع جديد هو الفركتوز ميتابوليزم. نفس الكلام لو اني ماكله فركتوز او عندي فركتوز اكيد كان عندي سكروز وكسرته الى جلوكوز وفركتوز. الفركتوز ممكن يستهلك، فاذا الفركتوز محصلته من الفروت اريد استخدمه في صناعه الجلوكوز، استخدمه في عمليه كليكوجينيسيس، او لو اريد استخدمه في عمليه كليكوليسيس ممكن استخدمه من ناحيتين، ممكن اصنع من عنده جلوكوز وممكن استخدمه في الكليكوليسيس. السكروز ممكن اللي هو الهني، الفروت، الفيجيتابل، كلها هذه هي طبعا ال ار سورس اوف فركتوز. السكر التيبل شوغر لما اكسره يعطيني 2 سبلمنت جلوكوز اند فركتوز. الامبورتنس اوف فركتوز اهم شيء هي الانرجي production، تعني او تعطيني 15% من الطاقه اليوميه اخذها من الفركتوز. طبعا مهمه في السبرميتازوا وعند سيمينال فيزيكال. نجي هسه على الميتابوليزم اوف فركتوز. ممكن يحصل اني في الليفر وممكن يصير في الاكسترا هيباتيك تشو وممكن يصير في التستس. زين في التستس الجلوكوز يتحول الى شنو؟ الى فركتوز. الجلوكوز راح يصير يتحول الى فركتوز وعن طريق شنو؟ السوربيتول فورميشن في البوريال باثوي. زين الفركتوز هذا عندنا المين مالته النيوترينت سبيرم، ايضا ك ديفنشي ايضا للنقص مال الفركتوز يسوي لي انفيرتيليتي عقم. زين في الاكسترا هيباتي الفركتوكاينيز، الفركتوكاينيز هو اذا كان طبعا هو موجود بالليفر فيحل محله في بقيه الانسجه، الهيكسوكاينيز يحل محله ويكون متجه نحو الاوكسيديشن. نجي على الليفر. في الليفر يكون الليفر محتوي على الفركتوكاينيز والالدوليز بي. الألدوليز بي اللي هسه راح نشرحها هو نفس الألدوليز اي اللي يكون يكسر لي الفركتوز 1.6 بس فوسفيت، يكسره بالنص الى 3 داي هيدروكسي اسيتون وفوسفيت وجليسر الدهايد 3 فوسفيت. هنا لما راح يكون عادل الألدوليز بي هسه نشوفها بالسكن راح يكسر لي الى داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت والالدو والهيدروكسي اسيتون داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت وجليسر الدهايد فقط مو فوسفات، فيعطيني داي هيدروكسي والجليسر ايضا النقطه 3 جليسر الدهايد راح يتحول الى جليسر الدهايد 3 فوسفيت، وبنقطة 4 الاثنين هذول مع بعض راح يتحولون الى او يروحون الى الجلوكوز فورميشن في او عن طريق الجلوكونيوجينيسيس، وايضا يروحون الى البايروفيت عن طريق الجلايكوليسيس. نجي على الميتابوليزم اللي الرسمة هاي اللي بنشوفها قدامنا. أنا أريد أجيب من الفركتوز أما الجلوكوز أو أعمل في الجلايكوليسيس. زين شلون أسوي؟ أنا عندي الفركتوكاينيز هنا أنا. الفركتوكاينيز بالفركتوكاينيز الفركتوز راح أحوله إلى فركتوز واحد فوسفيت. فطالما اني سميته بالفركتوكاينيز معناته اني
هذا انزيم متخصص، معناته انا اكيد وين؟ في الليبر. فيعطيني شنو؟ يعطيني فركتوز واحد فوسفيت. اكيد 100% ماطول كاينيز، فاستهلك طاقه اي تي بي الى اي دي بي. فلهنا اني حصلت فركتوز واحد فوسفيت. بالالدوليز بي انا عندي بالكلايكوليسز الدوليز اي اللي هو العادل اللي يكسر لي الفوسفيت 1.6 فوسفيت للدايهيدروكسي اسيتون وفوسفيت للجليسرالديهايد كاتفوسفيت. فاذا بما انه انا عندي الدوليز بي هذا الغير العادل حتى نحفظه، هذا شي يسوي انه هاي الفوسفيت الموجوده هنا أنا موجوده وين؟ موجوده برقم واحد. بما انه انا بدي اكسر هذا المركب الفركتوز، الجزء العلوي يعطيني دايهيدروكسي اسيتون، وما انه الفوسفيت موجوده بذره الكربون رقم واحد، اذا اني شنو راح يصير الفوسفيت في الدايهيدروكسي اسيتون ويعطيني جليسرالديهايد ما متفسفر ما متفسفر. فراح يعطيني هذا الجليسرالديهايد ويحول لي الى شنو؟ الى جليسيرول، يعطيني جليسيرول. الجليسرالديهايد 3 فوسفيت العفو الجليسرالديهايد ما متفسفر بالكرايوز كاينيز راح افسفره، الكاينيز راح افسفره الى جليسرالديهايد 3 فوسفيت. الجليسرالديهايد 3 فوسفيت الدايهيدروكسي اسيتون فوسفيت يتحول الى جليسرالديهايد 3 فوسفيت بالازوماريز ويدخل الكلايكوليسيس. زين هذا اذا اني طبعا يتحول جزئتين ويكمل بالكلايكوليسيس، او راح يكمل طبعا الكلايكوليسيس الى غايه البايروفيت، او اكمل في الجلوكونيوجينيسيس اذا انا اريد شنو اجيب من جلوكوز، اذا انا اريد اجيب منه جلوكوز يكمل في الجلوكونيوجينيسيس. لكن اذا انا اريد اكمل في الكلايكوليسيس راح اجيب البايروفيت. هذا اذا انا محتاج شنو احول الفركتوز الى جلوكوز. زين الرسمه العليا هذه اذا انا محتاجه العكس، من الجلوكوز اريد فركتوز، من الجلوكوز اريد فركتوز. السؤال لماذا احتاج العكس؟ يعني من الجلوكوز اريد الفركتوز. محتاجه العكس للسمن. ليش محتاجته؟ اكمل او انتج الفركتوز حتى اسوي شنو؟ نيوتريشن للسمن. اني اكل اي شيء واسوي طبعا يعني ما محتاج انه اكل فركتوز حتى اسوي نيوتريشن للسمن، وانما عادي مجرد انه اني عندي جلوكوز فمباشره راح يحول الجلوكوز الى فركتوز. زين عن طريق باثوي اسمه بولين، بولين باثوي، بولين باثوي بي او ال واي او ال، بمعنى ان اي الدوز اريد احوله للكيتون الخاص بي راح شنو امر بالكحول مالته، امر بالكحول اللي يكون مشترك بين الالدهايد والكيتون. اذا انا عندي الالدوليز الجلوكوز بالالدول ريدكتيز راح احوله الى سوربيتول، والسوربيتول راح احوله الى فركتوز بالدي هيدروجينيز. طبعا هذا يتم وين؟ في التستس. زين نجي هسه على اهم موضوع عندي من هاي الفقرة، هو الجينيتيك ديسوردر. الجينيتيك ديسوردر اوف فركتوز ميتابوليزم، لو انا عندي مشكلة في الفركتوكاينيز، يعني في الفركتوكاينيز هذا لو كان ما يفرز في الليبر، اذا ايش راح يصير عندي؟ راح يزيد عندي شنو؟ الفركتوز، راح يزيد عندي الفركتوز في الليبر. لكن لو عندي مشكلة في الألدوليز بي
يزيد عندي في الليفر الفركتوز 1 فوسفيت. الفركتوز لو زاد هذا نتيجة نقص الفركتوكينيز طبعا ما من عنده خطر، ما منه خطر، على مود انه الفركتوز هذا ممكن يزيد بالدم، لانه ما يعني من يصير الفركتوز داخل الكبد راح يصير انهيبيشن، ما راح يدخل الفركتوز داخل الكبد فيزيد بالدم بالبلط فنسميه فركتوزوريا. فركتوزوريا ينزل وين؟ ينزل بهذه الفركتوزوريا، ينزل وين؟ باليورين هنا من يزداد نسبته في البلط. زين نسميه اسينشال فركتوزوريا لانه ما نعرف السبب الحقيقي لهذا الشيء، لكن نتيجة نقص الفركتوكينيز راح يزيد عندي الفركتوز وينزل بيورين وتسمى تسمى المرض الفركتوزوريا، ولأنه لا يعمل مشاكل في البلط يدعى بالأوريا. زين الإفكت مالته عندنا نط سيريز كونديشن، يزيد في الدم ينزل في اليورين، بس نقص الفركتوكينيز طبعا لا يظهر يعني ما يضر لي الليفر، ولانه لو يعني طبعا لو زاد قلنا مثل ما قلت قبل شويه لو زاد الفركتوز راح يسوي انهيبيشن للفركتوز طبعا راح يدخل الليفر ويزيد بالبلط. زين لو انا عندي نقص وين؟ عندي نقص بالالدوليز بي انزايم. الالدوليز بي راح يزيد شنو؟ راح يزيد لي الفركتوز 1 فوسفيت، راح ينحبس لان سوينا له فسفرناه ومسمرناه داخل الليفر. هنا انا راح يكون عندي مشكله كلش كبيره، من افسفره ما راح يطلع نهائيا من الليفر. هذا الفركتوز 1 فوسفيت راح يخلص كل الفوسفيت الموجود داخل الليفر وينحبس داخل الليفر. فاذا اجي انا عندي راح يصير عندي نقص الالدوليز بي، شي يسوي لي؟ يسوي لي دمج للليفر عند الكدني، دمج للليفر ودمج للكدني، ويسوي هيباتوميجالي، ويسوي ايضا ليفر اند كدني فيلر، ويسوي انهيبيشن ايضا للفوسفوريليز انزيم. الفوسفوريليز انزيم مثل ما تعرفوه في الكلايكونيوجينيسيس اللي هو الكلايكوجين فوسفوريليز، ويسوي لي فاستنج هايبوغلايسيميا، يسوي لي فاستنج هايبوغلايسيميا. الان انتم عندكم الفاستنج هايبوغلايسيميا من الضروري انه تنتبهون من تدرسون تجمعوا لي منو اللي يسوي فاستنج هايبوغلايسيميا، ضروري تجمعوهم تقرون زين وتحصلون شنو الامور اللي تسبب لي فاستنج هايبوغلايسيميا.